في ذكرى حادثة تيشكا المروعة التي راح ضحيتها أزيد من 42 قتيلا، عائلات الضحايا بزاغورة ترفع شعار سنة على الفاجعة، ماذا تغير؟ سنة كاملة مرت على فاجعة تيشكا التي خلفت أزيد من 42 قتيلا في حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين زاغورة ومراكش عبر ورزازات. الحادثة خلفت أسرا معوزة وأمهات مجروحة وأطفالا أيتاما بدون معيل في منطقة تعيش واقع الفقر والبعد والهدوء القاتل. زاغورة التي فقدت عددا كبيرا من أبنائها تستحضر هذه الأيام فاجعة تيشكا بكل تفاصيلها الحزينة في وقفة تأبينية احتجاجية. بابا ماما وعائشة وخالي وما كاين اللي يصرف علينا، وحنايا خمسة ديال الخوت، ما كاين اللي يصرف علينا، ما كاين اللي يوكلنا، ما كاين اللي يشرب علينا، ما كاين حتى شي حاجة. القراية جاية شحال حاجة خطيرة، وجدة تصرف على ولادها وتعاود تصرف على هي ولا حنايا. وماما وبابا الله كانوا كيبقى عندنا واحد الحنان كبير، ولكن دابا واخا حنايا عايشين مع جدة وخالتي وخا بقى عندنا واحد الحنان، ولكن أكيد ما غاديش يكون بحال الحنان ديال الوالدين. هذه الطفلة واحدة من عشرات فقدوا بعض أفراد أسرهم بسبب الحادثة الكارثية التي وقعت قبل سنة كاملة على جبل تيفن تيشكا بين ورزازات ومراكش. خرجت فاطمة إلى الشارع بزاغورة هي والعشرات من عائلات الضحايا وفعاليات متضامنة، أسر تحمل دهشة ذلك اليوم الأسود بكل تفاصيله. ظلت الحادثة وتابعاتها النفسية مخيمة على المدينة الصغيرة لمدة طويلة، بينما واصل بعضهم العمل في اتجاه تحديد المسؤوليات وانتزاع حق عائلات الضحايا المكلومة، وإذا كانت الأموال لا تعوض المفقود. خلينا الله يشري يا ولدي، وما كاينش لي حق، ما كاينش لي هضر، ما كاينش لي يتكلم. حنا هضرنا وتكلمنا قالوا لنا فيكم نتوما الحق، علاش دوك الولاد ديالك بغاو يديروا القرار؟ علاش؟ فين هي وزارة النقل؟ فين وزارة الأمن؟ فين وزارة الصحة؟ أسئلة تظل معلقة ومعها عيون العائلات المجروحة، وفي انتظار كلمة العدالة تحمل ساكنة المنطقة حلما أكبر، أحداث نفق يعفيها عذاب الطريق الملتوية على الجبل ويخفف من الحوادث القاتلة وتزرع الحياة في اقتصاد هذه الأرض. وصيانة الطرق الرئيسية وسمع على المستوى القانوني يجب مراقبة سير الأمن وإصدار قوانين جذرية على الحافلات، وكذلك إصلاح المؤسسات التي تظهر على تنفيذ قوانين السير. كتعمل على إنصاف ضحايا حادثة ممر تيشكا عبر المتابعة السياسية لضحايا وأسرهم، إفلاس الضحايا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، دابا الحق في التعليم لأبناء الضحايا عبر الوسائل المرافعة ومتابعة الضحايا على المستوى القضائي والأجهزة المسؤولة، تعبئة الموارد المادية والبشرية لدعم أسر الضحايا، تعزيز قدرات أسر الضحايا في المجال القانوني والمصادر الإدارية. هذه المطالب ديالنا ليست مطالب تعويضية، لأن العائلات ديال الضحايا ما غاديش يتعوضوا لهم هاد الناس بهاد الديان. الأغلبية فقدوا ولادهم ومقاربة، وأغلبية فقدوا الأباء ديالهم والأولاد، دابا كلهم تشردين، كلهم في الشارع، يعني وما كاينش الإنسانية ولا المساواة بين الحقرة والتهميش فهاد الجانب الشرقي ديال زاغورة. ما كاينش المتابعة الصحية ولا النفسية ولا القانونية، تفك العزلة، راه الجانب الشرقي معزول ومهمل.